أهلا بكم مشددا مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من البرنامج الذي نخصصه لوضعية المنظومة الصحية. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا كثيرا أن يكون معنا من العرائش الدكتور طيب حمضي، وهو طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما نسعد باستضافة الدكتور طارق القدالي، وهو أستاذ جامعي وخبير في القضايا الاجتماعية. دكتور القدالي أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم دكتور طيب الحمضي، أهلا بك. أولا نريد أن نبدأ بالنقطة التي تهم الجميع، إلى أي مدى وصلنا اليوم إلى توفير التغطية الصحية للجميع؟ بالنسبة للتغطية الصحية، إحنا كنتكلموا على شقين. أولا التغطية الصحية أو التغطية الصحية الشاملة، فيها ببساطة جدا هي أنه كل مواطن يجب أن يتمتع أن يستفيد من الخدمات الصحية التي هو في حاجة إليها في الزمان الملائم في المكان الملائم، يعني بدون قطع مسافات طويلة وبدون أن تشكل مصارف صحية عائق بالنسبة له. الشق المالي هو اللي كان يعني به التأمين الإجباري على المرض. اليوم تعميم التأمين الإجباري على المرض كيهم تقريبا أكثر من 90% ديال المغاربة اللي دخلوا من ناحية ديال القوانين. طبعا ماشي 90% كلهم عندهم التغطية الصحية الفعلية، كاين جزء فيهم اللي عنده الحق يتسجل مازال ما تسجل، وكاين جزء فيهم اللي مسجل وما كيأديش الاشتراكات، وبالتالي الحقوق ديالو غير مفتوحه. اذا اكثر من 90% اللي هما مشمولين بالتغطيه الصحيه، ولكن وصلنا في نهايه 24 بعجاله، وصلنا في 24 كان عندنا في النهايه ديال يناير 2024 كان عندنا تقريبا ديال 11 مليون ديال المغاربه اللي عندهم اجراء القطاع الخاص والقطاع العام، عندنا 10 مليون و600 الف امو التضامن، عندنا 3 مليون و770 الف تقريبا ديال العمال اللي هما غير اجراء، بالاضافه طبعا للقوات المسلحه الملكيه والعائلات ديالهم الطلبه وفئات اخرى. فاذا هذو كلهم مستفيدين من التغطيه الصحيه الاجباريه اللي كيمكن لنا نقولوا بانه من حيث التاثير القانوني ديالها والاداري وصلنا لدرجات مهمه جدا. طيب دكتور القدالي اهلا بك معنا. الى الان ما هي المشاكل التي ظهرت في هذه المحاوله الحثيثه لتنزيل واستفاده الجميع من التغطيه الصحيه من الورش الحمايه الاجتماعيه بكل تجلياته؟ اهلا وسهلا سيدتي الفاضله واهلا بالدكتور الحمضي. بداية بالنسبة أو التغطية الصحية يعني في التنزيل ديالو، بطبيعة الحال لابد أن تظهر بعض العوائق في التنزيل، ونخص بالذكر بأن العائق الأكبر هو عائق التمويل. لما نقول بأن المشروع الملكي بني أو قد بنى هذا المشروع على أساسين من حيث التمويل، الأساس الأول هو أساس أداء المساهمات، والأساس الثاني هو الأساس التضامني، ويتعلق بمساهمة الدولة بما يناهي 23 مليار ديال الدرهم. إذا كتبقى 28 مليار ديال الدرهم على عاتق المساهمات الأشخاص الذين يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية. ذكر الدكتور حمدي بأن هناك أكثر من 5 مليون من الأجراء المستقلين من مقاولين ذاتيين من حرفيين من تجار بدأوا فعلا باستفادة من التغطية الصحية، ولكن الإشكال عندما نقول وعاء ديال واحد المليار ديال الدرهم ديال الاشتراكات لم تؤدى إلا نسبة 20%، فهذا يشكل جزء كبير وعائق كبير وراء يعني تنزيل حقيقي ومدى ضمان. لماذا دكتور ليتك تشرح لنا؟ بطبيعة الحال مسألة ديال التنزيل ليس بالسهل. أول شيء هو يعني مسؤولية الجميع. عندما نقول مسؤولية الجميع، الحق مرتبط بأداء المساهمة، وبالتالي فهو كنظام ونظام مبني على الرأسمالة، بمعنى الرأسمالة يعني ضروري من أن تؤدي الاشتراك مقابل الاستفادة من خدمات. مجموعة من الأشخاص ممكن يعني مسألة يعني التواصل يعني نقص في التواصل، هذا من جهة مسألة ترجع إلى المسؤولية الذاتية ومسؤولية الشخصية، في أن أشخاص قد يقول بأن التغطية الصحية ليست يعني كأولوية من بين الأولويات التي يفكرون فيها. ومسألة ثانية مدى الإحساس شخص بأن هناك أعتقد أن فقدنا الاتصال. طيب أعود إليك دكتور طيب حمضي، عندما نتحدث عن هذا الورش المهم بالمقابل، هل هناك مواكبة حقيقية بإصلاح المنظومة الصحية، وما حالتها الآن منظومتنا الصحية؟ هل هي بخير؟ طبعا المنظومة الصحية اليوم هي مركز ديال الاهتمام، وخصوصا يعني كانت هي مركز اهتمام ملكي قبل كوفيد، ومن بعد كوفيد بدات الأورش الكبرى. ماشي غير كوفيد فقط هي اللي دفعت لهذا الشيء، بل لأنه في التفكير ديال الدولة المغربية والرؤية ديال جلالة الملك هو
أنه الصحة اليوم، وإحنا كان احتفلنا باليوم العالمي للصحة، الصحة كحق أكثر من حق. اليوم الصحة، هناك قناعة في المغرب على كل المستويات على أن الصحة هي رافعة ديال التنمية، بمعنى على أنه يمكن لناش نشوفوا مغرب الغد، المغرب ديال الأوراش الكبرى، المغرب ديال التظاهرات الكبرى، المغرب ديال الصاعد، بدون ما تكون عندنا الصحة كرافعة اقتصادية وتنموية. اليوم كاين أوراش كبرى لإصلاح المنظومة الصحية، ولكن طبعا مثلا إذا تكلمنا على ورش ديال التمويل، ويمكن كيتكلم عليه الأستاذ طارق، ومن المعيقات ديالو عندنا الوعاء الاستيعاب أكثر من 90%، تقريبا 95% الوعاء ديال القانوني والإداري اللي كيستوعب 95% المغاربة اللي تكون عندهم التغطية الصحية. هذا ما كيعنيش بالضروره كلهم مستفيدين، كاين الناس اللي مازال ما تسجلوش، ولكن مثلا مشاكل حتى بالنسبه للامو التضامن اللي المفروض كنظن بانه يجب مراجعه بعض المعايير الانخراط فيه، لان كنلقى واحد العدد من الاسر اللي واقعيا خصها تكون كتستفد، ولكن لان المعايير ديالها مثلا عندها شقه مشتركه، عندها تليفون، عندها شي حاجه اللي كتحرمها من، وهذا الشيء اللي كيجعلنا على ان كنشوفوا عدد من الاسر المغربيه اللي مخصها تشارك من جيبها في التغطيه الصحيه، بينما هي غادي تستفاد من الفلوس ديال التضامن او الدعم الاجتماعي. هذه الاولى. الحاجه الثانيه هي بالنسبه للمواطنين، باش يمكن لهم، وهذا هو السؤال اللي غنجاوبوا عليه بالنسبه بالتمويل، هو باش المواطن المغربي يمكن له يمشي يشارك في واحد النظام ديال التغطيه الصحيه، كيخص يكون عنده الثقه، وهنا خص المصالحه ما بين المواطن والمنظومه الصحيه، بمعنى خصنا المواطن اللي كيخلص خص يشوف فعلا بان الفلوس اللي كيخلصها كل شهر كيستفد منها، هو رابح منها لانه. طيب ما هي الاجراءات التي اتخذت الى الان دكتور طيب حمدي، لانك تتحدث عن مساله هامه تتعلق بالثقه، هل هناك اليوم اجراءات حقيقيه اتخذت من اجل استعاده هذه الثقه، من اجل ان يرى هذا المواطن ما يدفعه مقابل خدمات تقدم له في ظروف جيده بمستوى جيد؟ هذا هو المرحله اللي احنا فيها، المرحله الاولى اللي كنا فيها هي المرحله ديال تغيير القوانين، هي المسائل الاداريه، هي إعادة النظر في المنظومة القانونية. اليوم غادي نوصلوا المرحلة يعني الكبيرة اللي هي إعادة الثقة ما بين، أولا خصنا الثقة ديال المهنيين الصحيين في المنظومة الصحية ديالهم، بغينا الثقة ديال المهنيين الصحيين اللي في القطاع العام يكونوا في القطاع العام، ما يهجروش القطاع العام، بغينا الثقة كذلك تكون ديال المهنيين الصحيين أطباء وممرضين في المنظومة الصحية بلادهم، ما يخرجوش 30% وأكثر من 30% ديال الأطباء المغاربة كيخرجوا سنويا. علاش؟ بغينا الثقة باش يبقاو، وبغينا الثقة ديال القطاع العام باش يبقى. علاش؟ لأن القطاع العام هو العمود الفقري ديال التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ماشي القطاع الخاص هو العمود الفقري، القطاع العام هو العمود الفقري أو القطاع الخاص الغير الربحي. هذه الأولى. الحاجة الثانية، بغينا الثقة ديال المواطن، لأنه هو هاد المشروع ديال التغطية الصحية مدير من أجله ومن أجل المغرب، وبالتالي هذاك المواطن إلا ما شافش راسه باللي الفلوس اللي كيشارك بهم كيساهم بهم، واخا تكون رمزية أو تكون كثيرة أو تكون قليلة، إلا ما كانش كيشوف كيستافد، كيمشي للمستشفى كيلقى الخدمات، كيمشي للقطاع الخاص كيلقى خدمات، كيستافد كيوقع التعويض ديال المسائل ديالو أو عنده الثلث المؤدى عنه، إلا ما كانش المواطن كيشوف هذا الشيء هذا ما غادي يمكنلوش يستمر، وما غيمكنليناش نحلوا المشاكل ديالنا بالمحاكم وبالمتابعات وبغيرها. فإذا هذا الشيء كله كيخص يدار، واليوم كنقولوا على أنه المرحلة الجديدة هي المرحلة ديال بناء الثقة بالمواطن والمنظومة الصحية، وباش نبنيو الثقة خصنا القطاع العام أولا، خصنا القطاع الخاص ثانيا، اصلاح كذلك حتى في القطاع الخاص، خصنا اصلاح ديال صناديق التامين، الحكامه صناديق التامين. ماشي معقول اليوم في المغرب يكون عندنا مواطن كيخلص الاشتراكات ديالو شهريا، المشغل ديالو كيخلص عليه الاشتراكات، وفي الاخر باقي كيخلص الثلث الى حتى 50% ديال المصاريف الصحيه كتبقى على العاتق ديال المواطن المؤمن، ما كنتكلمش عن المواطن غير المؤمن. فإذا يجب إصلاح صناديق التأمين من خلال توحيدها ومن خلال إصلاح الحكمة فيها، باش يمكن المواطن المؤمن تكون عنده ثقة في الصناديق ديالو، ويكون مساهم منتظم في التأمين الإجباري على المرض. الدكتور القدالي، يجب كذلك أن توقف ربما طويلا عند العلاقة اليوم بين القطاع الخاص والقطاع العام، كيف هي؟ دكتور القدالي هل تسمعني؟
أسمعك أستاذة، من فضلك إذا أمكن إعادة السؤال فقط. طيب، أنا كنت تتحدث عن التمويل ثم أكمل الدكتور الحمضي تنويرنا في هذه المسألة. أسألك عن القطاع الخاص والقطاع العام في ضوء هذا التنزيل، تنزيل الورش الكبير للحماية الاجتماعية وإرساء هذه الدولة الاجتماعية في أفق الوصول إلى الدولة الرفاه، كيف يجب أن تكون العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ أول شيء سيدتي الكريمة، عندما نتحدث عن تعميم التغطية الصحية لأكثر من 22 مليون، نعم، لاحظ أن أكثر من 9 مليون فهما من يعني في وضعية هشاشة، عندما كانوا يستفيدون من قبل من نظام المساعدة الطبية أراميد، وكان يستفيدون من مجاني العلاج في المستشفيات العمومية، وبالتالي فهي فرصة حقيقية للقطاع الخاص من جلب هذه الفئة يعني تقريبا بأداء مجموعة من العلاجات بأثمنة يعني منخفضة. لا أظن بأن في الوقت الحالي بدون إرادة حقيقية للقطاع الخاص والقطاع العام أن ذلك المواطن ذوي الدخل المحدود أو في وضعية هشاشة أن يتلقى العلاجات بالأثمان الموجودة حاليا، وبالتالي فعندما نقول يعني التعاون بين القطاع الخاص والعام يبدأ من هذه النقطة، أن نضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وبالتالي فمن أجل جلب المواطن أظن برأيي الشخصي أنه لا بد من تخفيض تكلفة العلاج سواء بالنسبة للقطاع الخاص. أظن بأن الناس اللي كانوا عندهم من قبل نظام المساعدة الطبية رميد يستفيدوا من العلاجات حتى على مستوى العلاجات العادية. كيف يعني يمكن تدارك الدكتور القداري النقائص التي ظهرت في رميد؟ بطبيعة الحال عندما نقول الرميد نقول بأن في الوقت الحالي كان ما يسمى بالنظام المساعدة الطبية رميد هو أقرب للتأمين، هو نظام مساعدة أكثر من هو نظام تأميني، وبالتالي فالبطاقة موجودة، ولكن يعني العرض العلاجات وال يعني العرض الصحي وال يعني الأدوية والمتجهيزات الطبية، فهذا ما كان ينقص في تلك الفترة، وبالتالي كان عائق كبير حول نجاح هذه المنظومة. وبالتالي فالتغيير الحالي نرى بأن تغييره من نظام المساعدة نظام التأمين الصحي وجعل ما يسمى بحق أو الحرية اختيار موردي العلاجات فأصبح حق مجتمعي وحق دستوري بناء على مقتضيات فصل 31 من الدستور، ولكن الإشكال يجب أخذ بالاعتبار تخفيض من كلفة العلاج، وهذا التخفيض من كلفة العلاج لن يكون إلا بمجموعة من هي عبارة عن منظومة أو إيكو سيستم، عندما نقول تتداخل فيه العرض الصحي مع الأدوية التي هي جد مرتفعة، لابد من إعادة النظر في السياسة الدوائية في المغرب، وهذا هو المنطقة. سأعود إليك لأن نقطة مهمة كذلك نتحدث عنها، ما لا أعرف إن كان حديثنا سيكون سرياليا عندما نتحدث عن العدالة الصحية دكتور حمضي، لا أعرف كيف تنظر إلى هذه المسألة. ثم أريد أن نتحدث عن العرض الصحي الموجود اليوم في المغرب، هل هو مناسب تماما لكل الفئات؟ إذا تكلمنا عن العرض الصحي، أولا من حيث العرض للخدمات هناك نقص في عندنا حاجه ل 65,000 ممرض وقابله وتقني، من حيث المستشفيات عندنا فراش واحد سرير واحد لكل 1000 نسمه، وهذا نقص. اذا عندنا نقص في العرض الصحي، ولكن الى جينا نشوفوا واش هو يعني مناسب للقدره الشرائيه ديال المواطن، ما يمكنش يكون مناسب للقدره الشرائيه اذا ما كانش التغطيه الصحيه شامله، وهنا علاش كانت القرار ديال جلاله الملك باش يكون التغطيه الصحيه التأمين الإجباري على المرض يتم التعميم ديالو هو الأول في السنتين الأوليتين، لأنه هو العمود الفقري ديال التمويل الصحي. طيب هنا أريد أن أفتح قوس أرجوك دكتور حمدي، إلى أين وصلنا في الاستفادة من الكفاءات الأجنبية؟ الكفاءات الأجنبية لحد الساعة يعني لا شفتوا الأرقام اللي كان تصرح بها السيد وزير الصحة، هي 500 طبيب أجنبي في المغرب، واحد 80% فيهم اللي كانوا منذ عدة سنوات اللي كانوا في المغرب. طيب، بالنسبة للكفاءات الأجنبية في المغرب هي فقط غادي تكون خبرات، ولكن الاعتماد الأساسي غادي يكون على الكفاءات الوطنية وعلى الأطباء المغاربة أساسا. طيب، ولا يمكن أن يكون الاعتماد إلا على الأطباء المغاربة، ومن هنا ضرورة ديال اهتمام بالطبيب والممرض المغربي باش ما يهرسوش. ولكن هذا الخصاص الموجود دكتور الحمضي، هل هناك اليوم إجراءات فعلية من أجل الحفاظ على الأطباء؟ أنت تعرف كم عدد الأطباء الذي غادر في أوقات كورونا وبعد كورونا ولم يعودوا؟ هناك طبيبان مغربيان يغادران المغرب كل يوم،
هادو احصائيات يعني رسميه وتصريحات ديال السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير الصحه، ارقام هذه رسميه. هناك اجراءات، اولا الفتح ديال المجال، ثلاثه ديال كليات الطب اللي تفتحوا جداد، تخليص ديال السنوات ديال الدراسه من 7 ل 6 سنوات، توسيع الدوائر لي تيراندو ستاج بالنسبه للتدريب السريري بالنسبه للاطباء، لان الطلبه الاطباء كيدربوا في المستشفيات والمراكز الصحيه اكثر من اللي كيكونوا في المدرجات. نحن شاهدنا كمية لنقل السير غير العادي لكليات الطب، هل هناك اليوم حوار حقيقي واستباق لكي لا يحدث ذلك مرة أخرى؟ نحن نتحدث عن قطاع حيوي مهم جدا والزمن فيه عامل أساسي دكتور. هذا هو اللي قلت قبيلة، على أنه إحنا من 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 الورش، من الجزء الاول ديال الوصل الاداري والقانوني اللي يعني داز بشكل جيد جدا، احنا الان في المرحله ديال التفعيل كيخصها اراده اخرى، ثقافه اخرى، سياسه اخرى، باش يمكن تكون واحد الثقه هاد الطلبه، الاضرابات ديال القطاع ديال الصحه، المواطنين كذلك اللي كيشتركوا في الضمان الاجتماعي وغيرهم، هاد الثقه هي اللي خصنا نبنيوها في المرحله الحاليه. ونرجع لك كذلك حتى بالنسبه للعداله، ما كاينش غير العداله بالنسبه الاقتصاديه يعني الكلفه، كاين العداله حتى الترابيه، وحنا كنشوفوا كاين واحد لا عداله ترابيه، 75% من الاطر الصحيه مركزه في ثلاثه ديال الجهات في المغرب، وتسع الجهات اخرى كتختص ب 25% الباقيه. دكتور قدالي، أعود إلى النقطة التي ذكرتها والمتعلقة بالأدوية، أريد أن أسأل عن وكالة الأدوية إلى أين وصلت وما أهمية الاهتمام بهذا الجانب؟ لا نتخيل أن تكون هناك عدالة صحية وتقدم ملحوظ في المنظومة الصحية من دون هذا الركن الأصيل كذلك في هذه العملية الأدوية. بدون يعني منازع، فسياسة الدوائية لابد لها من حكامة، وبالتالي فما هو منتظر من ناحية القانون الذي يؤطر السيادة الدوائية في المغرب بصدور القانون 10/22، وبالتالي ننتظر تنصيب هذه الوكالة، وبالتالي ستأتي في إطار تنصيب الهيئة العليا يعني للصحة في المغرب. يعني تمت المصادقة على مشروعها أعتقد في نهاية السنة المنصرمة، يعني نعم. ننتظر التنصيب وبالتالي تنزيل البرنامج الاستراتيجي، وأهم برنامج وهو يعني مبني على نقطتين أساسيتين: تعزيز السيادة الدوائية في المغرب. عندما نقول تعزيز السيادة الدوائية معناه تعزيز الصنع المحلي المغرب وعلامة صنع في المغرب، وبالتالي تخفيض الأثمنة ديال الأدوية خاصة الأدوية المستوردة، حيث نعرف أن المغرب يعني عرف مع وقت الجائحة 157% أو 175% من الأدوية المستوردة بواحد الكلفة اللي كتتناهز 13 مليار ديال الدرهم، يعني انطلاقا من سنة 2021 درهم، وهذا كيكلف ميزانية الدولة بشكل يعني كبير. المسألة الثانية أو النقطة التي تركز عليها هذه الوكالة، وهي مسألة الورش الكبير وتخفيض الأدوية. نعلم أن تقريبا وزارة الصحة يعني قبل يعني في الحكومة السابقة صدرت ما يسمى بمرسوم تخفيض الأدوية لأكثر من 4000 دواء، ولكن رغم ذلك أثمنة الأدوية لا زال جد جد مرتفع بمقارنة مع الدول التي يعني نقارن بها الأدوية عند تحديد الأثمنة في المغرب، وهي فرنسا، إسبانيا، يعني بلجيكا، السعودية، وهي دول يعني تتجاوز فيها الحد الدخل أو الدخل الفردي للمواطن المغربي هذه الدول، وبالتالي لا يمكن أن نقارن ما يعني بحجم دول أخرى. لابد أن نأخذ يعني دخل المواطن المغربي حتى تكون الكلفة، وبالتالي نعلم أن حتى وجود التغطية الصحية في المغرب لا يساعد، لأن الكلفة التي يتحمل المواطن تتجاوز 50%، وبالتالي ما عدا ذاك لوتيكي موديراتور أو تحمل التكلفة. النقطة التي يجب إشارة إليها، لابد أن يكون هناك مثلا من كنقول التغطية الصحية، لابد أن يكون طرف ثالث مؤدي، يعني المغربي من كنقولوا غياخذ العلاج فكيتسنى حتى يسترجع المصاريف، ولكن كاين فئة عريضة لأن ما عندهاش القدرة على السداد قبل استرجاع المصاريف. الحل الثاني هو يكون سرعة في استرداد المصاريف الطبية حتى يعني يستطيع المواطن المغربي مجابهة هذه التكاليف. تتحدث عن التأمين الصحي؟ التأمين الصحي لأنه عنده علاقة، لأن ما كنقولوا القدرة على العلاج، فكنعرفوا بأن المغربي أو مجموعة من المغاربة فكيمشيو عند الصيدلي مباشرة ويأخذ الأدوية بدون لجوء إلى طبيب، وبالتالي فهنا كنتسألوا قدرة اللجوء إلى الطبيب وإجبارية ما يسمى بتتبع المسارات ديال العلاجات، هنا هي الوسيلة الكبيرة من أجل التحكم في التكاليف الصحية على المستوى المغربي. دكتور طارق القدالي، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول كذلك للدكتور طيب حمدي على كل هذه الإضاءات، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.